ولابد أن نقول أن نغتنم الفرصة لنقول إن السي حسن رجل يستحق منا وفاء مؤصلا وممتدا، ولا بد أن يترجم هذا الوفاء عمليا إلى أشياء ذات صفة تنتمي إلى الرأسمال المادي، مؤسسة ثقافية أو تعليمية، مؤسسة علمية تحمل اسمه، وهو أسدان هذه المدينة وأسدان جهة الشمال وأشدى لكثير من الطلبة في مجموع التراب الوطني في مغرب الجهاد الشيء الكثير. وبالمناسبة فأغتنم هذه الفرصة لأجدد شكري العميق لصديق عزيز والصديق نجاح اللي اهتم بتنظيم أول ندوة وطنية حول السي حسن الشيخ طريبق، وقد كانت ندوة ناجحة بكل المقاييس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يثبتنا.